انا اقسم بالله راه لاول مره كنشمت، اول مره كنشمت بالنسبه لي اقسم بالله كنبكي الدم من الداخل ديالي لانه راه تاذيت، وليل ونهار كنقول يا ربي بغيت غنعرف شكون اللي وراي. اقسم بالله العلي العظيم راني باقا تحت الصدمه، راني باقا تحت الصدمه. الحاجه النفسيه راه اثرت عليا في حملي واثرت في وقتنا قبل من الوقت. انا كان عليا غادي نولد حتى لاواخر شهر جوج، فولدت في اخر شهر واحد. انا بغيت نسول السي مباشر على جهه. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم في حوار استثنائي. ضيفتي هي اكبر متضرره في حساب حمزه مومبيبي. اليوم ضيفتي لاله سعيده شرف، شكرا على استضافتك لنا. اول شيء اهلا وسهلا، وصراحه ما عارف المجموعه اللي مخربقاش غنقول لي اول مره كنعرف راسي انني يعني انا كنعترف انني مهزوزه، يعني مخربقين لي المشاعر كامله. واخا لاله سعيده كنعرفوا ان الحوار جا بشكل فجائي، خاصه بعد ما علنا في تيفي على ان حمزه مومبيبي هو سيمو بن الباسير. انا شحال من ساعه كان كتجيني في راسي كنقول راه سيمو هو حمزه مومبيبي. راه شنو خلاك تقولي سيمو هو حمزه مومبيبي؟ كميه الشر اللي فيه تعادل حمزه مومبيبي. اول ما تلقيت الخبر من شوف تيفي، يعني من الموقع ديالكم لانه انا ابوني، فاول ما دخلت اليوتيوب كيبان لي الخبر، و باش غنقول لك بقيت تقريبا على ما يزيد فوق الخمس دقائق وانا مصدومه، بكيت. شنو بكاك لاله سعيده؟ بكاني الحقره، بكاني اش درت لك يا سيمو بالبشير، بكاني فين كنعرفك، شبيني معاك، ما عمر تلاقى وجهي مع وجهك، تحقرت، تظلمت، علاش هادشي كامل؟ هادشي لخدمة من؟ وسبق وربطتي سيمو بالبشير بحساب حمزة مومبيبي؟ ساعات كثيرة. شتي النهار اللي نعتني بالبقرة وجلس كيقول مجمع مع يعني فنانة أخرى، مع احترامي للجميع، وكتكلم فيا بداك الكلام اللي ما كي قبلوه لا مغاربه ولا حتى شي انسان فيه دم الاسلام. ديك الساعه وكلت امري الله سبحانه وتعالى، عمري شمت في شي انسان، ولكن اليوم اقسم بالله كان علينا قدام المغاربه وخا يتقلقوا مني، انا اليوم شامته في هذا الانسان، لانه اول حاجه غادي نطرطق لانه فعلا ما عرفتش. يعني شنو درك سعيده؟ يعني انا تمنيت انا نستقبله في المطار، انا نستقبله، تمنيت استقبلوا، بغيت نقول له مجموعه من الاشياء. اليوم امام الكاميرا شنو تقول لي سيمو بالباس؟ نقول له يعني واش انت فعلا مغربي؟ راه ماشي الضرار، ترى المغاربه راه عارفين وحاسين اشنو داز عليا، وكنقول اليوم يعني وكلت فيك امري لله سبحانه وتعالى مليون مره. واش عمرك فكرتي لانه كاينه علاقه ما بين دنيا فاطمه وحمزه مومبيبي والحساب وسيمو بالباس؟ حتى شي مغربي ما كيعرف قدر ديال الضرر ديال ذاك الفيديو، يعني ملي جلسوا كيقولوا بقره ويعايروني وكل شيء راه ما يتصوروش. باش حسيتي من الداخل سعيده؟ شوف راه حتى انسان ما غادي يتصور ولا غادي يحس ذاك الشيء اللي كنحس، لانه في المواقع كلها والمغرب كامل جاب بالحس ديال ذاك الفيديو، وعاد من غير بارطاج ومن غير بزاف ديال الحوايج، يعني كيفاش كان كيتكلم عليا، والحر ديال السم ديال العيالات القارحات، يعني كيفاش كيتكلم على كل مغربيه، وكيفاش كي ماشي اول مره قال بقره، راه كان كيقول لهم اصلا علاش غيتجوز انسان طالما كاين البقر في الكون او في الدنيا. واخا سعيده كتوقفني واحد القضيه نسولك عليها، علاش تهدفوك؟ اكيد واخا سعيدة نبغي نعرف علاش استهدفوك انت بالضبط؟ المشكلة ما استهدفونيش استهداف شخصي فقط. سعيدة شرف امتى تكلمت؟ منين استهدفوني في وطنيتي؟ شوف قمة القذارة وقمة الوقاحة وقمة الأذى وقمة الشر وكمية البغض والحسد والسم وما نعرف اش اللي فيهم. تمشيو ترتبوا بينكم، تصاوبوا، تقادوا، ديروا سعيدة شرف
تقولوا عليا انفصاليه، وليتو كتوزعوا صكوك الغفران يعني غير اللي ناضي واللي انا. علاش كنت كنتكلم بثقه؟ كنقول لهم القضاء المغربي يدير خبره تقنيه للهواتف كلشي، ويدير خبره تقنيه لجميع المعلومات، واي كلمه قالتها سعيده شرف يدور على خبره، واي كلمه قالها فلان دار عليها خبره، ويتعرض هذا الشيء امام القضاء المغربي، واللي عنده شي ادله يدلي بها وسالينا. سعيده نبغي نرجع معك واحد القضيه اللي واحد الفتره دواو على الزوج ديالك، دواو على عائلتك، كيفاش كانت الضرر ديال هذه النفسيه انا لاله سعيده؟ شوف يا اخي، منين جيتو عندي دابا راني كتفرجت في الفيديو، اقسم بالله العلي العظيم راني باقا تحت الصدمه تكلم معك. ما عرفتش غادي نقولك، يعني ماشي مسوني غير في داري وفي بيتي، راه ما تصورش واش عندكم السكرينات ديال حمزه مومبي باش كان كيقول عليا ولا لا. يعني رمتني يعني بنفسها، يعني كنقول لك رمتني بلاتي هي هما مراد بهذا الشيء ورماوني انا به. زائد انه كنقول لكم، كنقول لهم 100 مره اللي دارهم صابه من الجاج ما يبقاش يضرب الناس بالحجر، كتبلاو على الناس كتحطوا فيهم. قالوا راجلك ماشي رجل اعمال، ما يمكنش انت ياخذك رجل اعمال. يا اخي واش جيتوا لداري؟ واش شفتوا زوجي؟ واش شايفيني كيفاش كنعيش؟ الحمد لله انا يكفيني من الاستقرار انه نكون انسانه في منتهى البساطه مع اولادي. شي حاجه اخرى اللي بغى يقولوا هادشي كامل ما كيهمنيش. راك خديتي راجلك على قبل الوراق وباش تضمني الجنسيه الامريكيه و... واش الوراق؟ واش انا في بلادي راني معززه مكرمه؟ انا جواز سفري المغربي يغنيني عن العالم كامل، الحمد لله راه به فيه فيزا ديال امريكا 10 سنين، وفيه فيزا ديال فرنسا ولا ديال شنغن 5 سنين، وفيه فيز كثيره كثيره، ومشيت للعالم كامل. واش انا يلاه غيبان لي هاد الاقاويل كامله؟ واش ما خلقات لك مشكل في دارك؟ ونفسيا مشكله نفسيا، ولدي راه عنده 10 سنين الكبير، ولدي راه تضرر نفسيا، ولدي راه كيقول لي ماما علاش كيدير فيك هادشي. اكيد مدرك. وهاد الحاجه النفسيه راه اثرت عليا في حملي واثرت عليا. واقيلا قبل من الوقت أنا كان عليا غادي نولد حتى لاواخر شهر جوج، فولدت في اخر شهر واحد. انا مفروض انا نولد حتى لاخر شهر جوج، فولدت في شهر واحد. داز عليا حمل وحم صعب جدا. شكوتي في انتمائك للصحراء وقالوا سعيده ماشي صحراويه. راه الاعداء، الاعداء هذه القضيه واعداء سعيده شرف واعداء، لانه هاد الناس هادو اللي سخروا نفسهم انهم يمسوني في هذا الموضوع بالضبط، يا اما راه عندهم دخل مع ايادي خارج ارض الوطن، يا اما راه عندهم اهداف شخصيه. شنو الاهداف الشخصيه مثلا اللي يمكن تكون؟ هما اذكى من، هما اصبحوا كيقوموا بتحديد الهويه، هما الامم المتحده كيديروا تحديد الهوية. يعني هذا المغرب كامل ما عارفينش سعيدة فين ومنين جات. راه 100 ألف مرة كنعطيهم هويتي شناهي، ما بغاوش يفهموا. الإنسان راه ما يمكنش واحد أمه حاملة به ولداته في سطات فهو سطاتي، أو اللي ولداته في طنجة فهو طنجاوي، لا ما يمكنش. وثاني حاجة أنا قلت لكم لا أنتمي إلى رقعة باش نتكسها له هذا الموضوع. مغربية من طنجة اللي قويرة، اللي عجبوا الحال يعجبوا، اللي ما عجبوش الحال شغلوا هذاك. شنو كتحس سعيدة اليوم من الداخل؟ كتجاوبيني بقلب. لا كنبكي وكنتألم من الداخل ديالي. ولكن والله تضرني سعيدة. سعيدة كنشوف الدموع في عينك والدموع كتغلبك. كنعرفوش شخصيا، ما عمري اذيت شي انسان، المغاربه كاملين كيعرفوني، ما عمري حيرت شي فنان ولا خرجت كنسب شي انسان او كنسب شي واحد، ولكن راه مسوني في شخصي وفي نفسي وفي داري. المغاربه كاملين كيعرفوا بانني ما عمري اذيت شي انسان، يعني لو هما خرجوا راه كيدافعوا عليا شخصيا. قدر انني دايه في خدمتي وفي ولادي، والله ما عمري اذيت شي حد، وكنقول يا ربي نهار نادي شي حد ياخذني اختي عزيز المقتدر. واش حسيتي بالحقره سعيد؟ حقره بزاف بزاف. حرام يكون عندك حس تصفيه حساب شخصي مع انسان وتخرج تادي بهالطريقة وقدام 40 مليون ديال الناس ونعشوك بالبقرة.
مش غير النعت ديال البقرة، ولا كل واحد فيهم أصلا لهما لا العجوز لا العصير، لا مجموعة من الحسابات اللي كتخدم أو يعني أهداف شخصية وحسابات شخصية كيحطوا عليا اللي كان واللي ما كان. دموعي ماشي يعني ماشي بكى عادي بالنسبه لي، اقسم بالله اللي كان بكي الدم من الداخل ديالي لانه راه تاذيت، وليل ونهار كنقول يا ربي بغيت غنعرف شكون اللي من ورا هادشي. انا عارفه، كنت عارفه، ولكن هذاك الخبر الاكيد اللي جا في شوف تي في ديال انه راه سيمو بالبشير، المشكلة ما عمري تلاقيته شخصيا. سعد، واش كنتي كتظني على ان موقع ليك كان بتنسيق ما بين دنيا باطمة وسيمو بالبشير؟ شوف، انا ما نقدر نتكلم على حتى شي انسان وعلى حتى شي فنان ولا نتبلى او نقول كاين او ما كاين، لانه في الاول والاخر دابا هو منين تعرف هو اللي غادي يقر، هو اللي غادي يقول شكون، هو اللي غادي يقول ماشي شكون. وانا باقا على كلامي، راه ما كنغلطش في الناس وما غاديش نغلط وما غادي نقول حتى شي واحد. ودابا راني عرفت شكون وعارفه السبب وعارفه الاهداف، لانه باين تقاسمي معانا علاش شنو السبب والاهداف. سعيده كتقولي عرفتي الاسباب. شوف راه عرفوك صريحه. شوف، ملي كيدار حساب وكيتسخر لخدمه حساب اخر او شخص اخر، وهذا يعني باين السبب. ولكن حرام يعني هذا الانسان الا كان عنده حساب شخصي معايا او فلانه او فلان، يعني ما تضرنيش بهذه الطريقه، ما تضرنيش. ضروني يعني كان بامكانهم يزدوا التليفون ويقولوا لي كذا كذا كذا، ولا نتلاقاو معايا، ولا علاش هذا الشيء كامل؟ علاش علاش راه المغاربه كاملين يتاذوا بهذا الشيء؟ واش الصين فيها مرض اللي هو كورونا الناس مقابلين وما نعرفهاش، وحنا مقابلين حمزه مون بيبي حشومه؟ راه نهار دعيت معاه وقلت له الله يعطيك ولد بنت الناس يسترك، راه كنعرفش قصد. مي دابا انا اقسم بالله راه لاول مره كنشمت وكنقول مرحبا بك في بلادك، لانه دابا المغاربه كاملين غيستروك. واخا سعيده اللي تطلب منك مواجهه الدنيا باطمه وسيمو بالبشير انت؟ انا مستعده لمواجهه اي انسان، ما كنخافش، امري لله سبحانه وتعالى. سعيده، نبغي نسولك واش يمكن لك تسامحي سيمو بالبشير؟ انا نسامح سيمو بالبشير؟ اقسم بالله لن اسامحه دنيا ولا اخره، دنيا في الدنيا ولا في الاخره، وما غاديش يسامحوا المغاربه كاملين. انا متاكده شطح امه، شطح بلاد على قدها. يعني داك كميه الضرر والاذى يمكن نسامح اي انسان، ولكن هو بالضبط ما عمري نسمح له، ما عمري غادي نسمح له. ضرني واذاني يعني بواحد الدرجه على الله سبحانه وتعالى كيعلم، ومع انه صوره القوه كتبان فيا قدام المغاربه، ولكن الله اللي كيعلم بضعفي الداخل. بعد ما تعرف على ان سيمو بالبشير هو حمزه مون بيبي، غتوسع دائرة ديال الاتهامات لمجموعة من الفنانين اللي دابا كيعتبروا راسهم ماشي متهمين رئيسيين في القضية. القانون واضح جدا وضوح الشمس، المشارك يحاسب أو يعاقب بجرم الفاعل، الفاعل الفعل أو المشاركة في الفعل هو نفس الجزاء ونفس العقاب، القانون واضح. اللي مع سبق الإصرار والترصد أو المشارك مع سبق الإصرار والترصد يأخذ جزاءه من الله ويأخذ جزاءه كذلك من المحكمة. سعيدة، شنو تقولي اليوم للدنيا باطمة؟ أنا ما بيني معها غير الخير والإحسان، يعني إلا كانت مظلومة الله يبين الحق، وإلا كانت ظالمة راه غتاخذ حقها بحال كذا. أن سيمو بالبشير غادي يلبد مجموعة من الأسماء وغيكون اعترافات أكيد، يعني إنسان ما غاديش يمكن يجي ويدخل بوحده ومعاه ناس أخرين، لأنه غادي يشوف نفسه مشمشة، خاصو يقول الحقيقة. أنا اللي كنطلب فقط أنه ما يظلم حتى شي إنسان وما يتبلع على حتى شي إنسان وما ما يبرأ حتى شي إنسان، يعني يقول الحقيقة كما هي. كيفاش غتكون ردة الفعل ديالك يوم يجي سيمو بالبشير المخرب؟ أول حاجة بقى علينا نايضة 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 نايضة، حتى نوض الفتنة في بلاد على قدها، نوض الفتنة في المغرب كامل. اش غنقول لك يا علاء؟ أول حاجة هو نهار اللي عايرني راه كنت أنت داير معاه اللقاء، وأنا كنجاوبه بنفس الطريقة وعبره كنت هانيت نفس المرسل، فكنقول هو كان ضيف برنامجي هو ضيف برنامج، أنا كنقول له من خلال كنت هانيت دابا كنوصل له. نهار يكون داخل المغرب اقسم بالله للعمارية على حسابي.
كمية الظلم وكمية الحقد وكمية السم وكمية الأذى اللي أذاني وأذى الناس كاملين وأذى المغاربة كاملين. شنو تكون ردة الفعل ديالك؟ أنا ردة الفعل ديالي إيش غادي نقول لك، بقى علينا نايضة 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 حتى نوض الفتنة. فمن عندي والله حتى نديروا الدقيقية حتى المطار إلا كانوا زعما ما عرفتش واش غايجيبوه بطريقة ما عرفتش كيفاش غادي يتم اعتقاله. دير لي دقيقية. دير لي دقيقية. والله حتى نديروا الدقيقية ولا ما درتوش تما واخا نديروا معرف داري. ندور في داري لأنه فعلا هذا بالنسبة لي إنجاز، أن واحد الإنسان قمة في هذا الظلم كامل ونوض الفتنة في بلاد كاملة، فأي مغربي غادي يكون فرحان. أدري العرس ها. لا ما ندير العرس لا والو، غنجيب له الدقيقة بحال ما هو كان كل مرة دقيقة العمارية فرحان في الناس كيضحك عليهم ونايضة نايضة 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 فين يا نايضة يلا. سعيدة كلمة المغاربة اللي تبعوا هذه القضية وساندوا كل يوم اكتشفوا الهوية الحقيقية ديال حمزة مبيب. كان خاطب بالمغاربة كاملين، كان خاطب الصحافة، كان خاطب اليوتيوبر، كان خاطب كل إنسان يتأكد من الخبر وعاد يطلقه ويتأكد من المعلومة وعاد يحطها وما يتبلاوش. الحقيقة هي بان دابا، بان جزء منها، ولكن التداعيات ما وراء سيمو بالبشير هي اللي غادي تسفر عليها تحقيقات يعني في الأيام القادمة.